الشعر فنه من يجيد فنونه يصوغ قيفانه عن النقاده يتعب وينظم كل بيت الحاله ولا المعاني كلها من قاده يصوغها صوغ الذهب في المصنع واللي يميز قيمته من راده ويدرى عليها من كلام الناقد ومن عالم بسياطها جلاده ولا يفكر في كلام الحاقد يخلي الحاقد على مقعاده مثل الجمل خفه على ممشاها واليهبد خفه يموت قراده والليل هذا يختلف عن غيره ليل جمع عروس العرب والساده يا مرحبا ترحيب تم مسموعه ومليون ترحيبه وزيد زياده يا مرحبا باهل الوفا والطاله في حله الا اللي يجي معتاده الضيف يلقى اللي يطيب باله ورقابنا لضيوفنا سداده يلقى قبول ما يضيق صدره وبنن مقند ومحكور قناده ويلقى صيانا حشمه له تملا والدار داره والبلاد بلاده والعود الازرق ريحته فواحه وجمر الغضا من تحتها وقاده قلته باسم ربعي وانا امثلهم لو كان غيري في الربع قصاده لا ذا الكريزي من منين الخايف ما هب لو جيها العدا عباده ولا ذا الكريزي في النهار القاسي لا وخذت البل يتجرون زياده ولا ذا الكريزي لا اعتزوا بالعزوه للموت ورمح العدا والراده من دون وضح ما قناها الشاوي عزل شجيع ما يهز شداده من طمع فيها طمعته مردوده يبشر له بشلف تشل فواده ومن دون كل حدودهم تلقاهم شيوخ قوموا في المعارك قاده يرعون قوس بدير العدواني واللي يجاهدهم يطول جهاده وخويهم يلقى الوفا والحشمه يغضون عن غشامته وعناده لان خوي والخوه لها قيمه عند العرب في اعرافها المعتاده والجار والله ما تجيها الحسه ندرى على ملح القصير وزاده والضيف يلقى واجبه قدامه وكل الجميع يدورون سعاده وباسم البقوم افخر وماري دايل اللي لساحه الوغى والراده وباقى القبايل طيبهم ما يجحد كلنا مورث في الزمان امجاده وصلوا على محمد شفيع الامه اللي طلع النور مع ميلاده سلامتكم سلامه الجميع.